الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل النهارده وزراء الشباب والرياضه العرب، وده كان بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضه العرب. الرئيس طبعا اكد على اهميه صياغه استراتيجيه عربيه لاستثمار طاقات الشباب العربي، وده لتحصين العقول ضد الفكر المتطرف ومنع الافكار الهدامه او المغلوطه. السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه قال ان الرئيس اكد كمان على اهميه تبادل الزيارات بين الوفود الشبابيه من مختلف الدول العربيه، ده للتعرف على خصوصيه وثقافه كل دوله وعاداتها وتقاليدها. الوزراء العرب أكدوا على محورية الدور المصري في المنطقة وطالبوا بأهمية توافر الإرادة السياسية لتفعيل استراتيجية عربية لقطاع الشباب والرياضة لمواجهة أفكار العنف والتطرف والإرهاب.